والواجب الأول هو أن نشعر وأن نشرف هذا الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك نصره الله. وهذا الشعب بقيادة سيدنا الله ينصره لن يكون شعوره كاملا بهذا الشرف إلا إن شاء الله لما تفوزوا بكأس العالم وتكونوا أبطال العالم. وأنا عارف بأنه أنتما كدوروا في الفلك تاع هذا الشيء، كاين أمور يجب عليكم أن تتجاوزوها في ثقافتكم وفي عملكم وفي الإرادة الجماعية نتاعكم. وأنا في نقاشي مع السي هشام غادي نتفاهموا على بزاف الأمور، ومع السيد رئيس العصبة أننا غادي نديروا مجموعة الإجراءات، لأن يمكن لنا نتخيلوا بأن الاستحقاقات المقبلة راه باقي عندها الوقت، هي راه ما باقيش عندها الوقت. إن اللي تيبغي يلعب كأس أفريقيا المقبل أولا كأس القارات أولا كأس العالم خصو يبدا الاشتغال من اليوم، خاصة وأننا منخرطون بجد بتوجيهات من سيدنا الله ينصره باش بلادنا تحتضن هذا التظاهرة العالمية في أقرب الأوقات، وتكون المناسبة مناسبتين، وإن شاء الله تتوجوا بهذا اللقب العالمي، ترجعوا أبطال العالم بين جماهيركم وبين أحضان أسركم وفي بلدكم وبريادة سامية ملكية إن شاء الله. الله يجعل ربي يوفقكم ويجعل هذه المناسبة ترجع لكم هذه المشاركة بالخير.